أخذنا بالمحاضرة السابقة برنامج باور بوينت، تعرفنا على بعض القوائم مثل قائمة ملف والصفحة الرئيسية وقائمة إدراج. محاضرة وعرفنا أنه أكو مجموعة من الأوامر في كل قائمة. محاضرتنا اليوم راح أتعرف على قائمة تصميم وباقي القوائم. قائمة تصميم أيضاً مبوبة إلى إعدادات الصفحة ونسق وخلفية. بالنسبة إلى إعدادات الصفحة، إذا نضغط على إعدادات الصفحة راح تظهر لي نافذة فيها إعدادات خاصة بالشريحة، مثلا عرض الشرائح عمودي أو أفقي. طبعا بالحالة الطبيعية الباوربوينت راح يكون بشكل أفقي، الشرائح مثلا تكون عرضها بشكل أفقي، لكن إذا أريدها بشكل عمودي أذهب إلى إعدادات الصفحة وأختار عمودي. هنا ارتفاع عرض وارتفاع الشريحة، هنا أتحكم بعرض وارتفاع الشريحة. ترقيم الشريحة أيضا يبدأ من أي ترقيم، من واحد من اثنين أي ترقيم. فمثلا خلينا نختار العمودي حتى نشوف شلون راح تكون الشرائح. أضغط على عمودي ثم موافق، راح تظهر الشرائح بشكل عمودي مثل هون. أو أغير اتجاه الشريحة من هذا الأمر، اتجاه شرائح أما أفقي أو عمودي. بالنسبة إلى نسق، تبويب نسق، هنا أنا راح أختار خلفية للشرائح. أضغط على أي تصميم موجود عندي، راح كل الشرائح تكون بهذا التصميم، الخلفية راح تكون بهذا التصميم. أوكي. بالإمكان التغيير وراح تغير على كل الشرائح. أضغط على هذا السهم وراح تظهر لي جميع التصاميم الموجودة. أختار أي تصميم. أوكي. طبعاً كل الشرائح مثل ما نلاحظ بتغير هذا التصميم. أوكي. إذا أردت مثلا شريحة معينة عندي، شريحة أريد أختار لها تنسيق أو خلفية تختلف عن باقي الشرائح، فش أسوي؟ أضغط أختار التصميم، أضغط كليك يمين على هذا التصميم وأختار تطبيق على الشرائح المحددة، فراح يتطبق على الشريحة المحددة. مثلا خلينا نطبق على هذه الشريحة، أختار تنسيق آخر أو تصميم آخر، أضغط كليك يمين عليه ثم أختار تطبيق على الشرائح المحددة. أوكي. بالنسبة لألوان، طبعا هنا أنا عندي ألوان مختلفة للتصميم اللي أنا أختاره، مثل ما نلاحظ هذا التصميم اللون الأزرق موجودة إلى الكثير من الألوان، فبنلاحظ كيف تغيرت ألوانه. هذا الخطوط بالنسبة للخط، نوع الخط بتلاحظون ده يتغير نوع الخط. هذه ألوان الشريحة، هاي الخطوط اللي خاصة بالشريحة، الخط يتغير. أوكي. هذا بالنسبة إلى نسق الشرائح، وعرفنا شلون نجعل لشريحة محددة تصميم خاص فيها. أوكي. بالنسبة إلى تبويب خلفية، ما أيضا عندي أنماط أخرى لهذه الخلفية، أنماط أخرى. هذه الخلفية فيها مجموعة من الأنماط، مثلا هذا اللون، هذا اللون. أوكي. لكل تصميم موجودة إلى أنماط مختلفة، مثلا هذا التصميم أيضا إلى أنماط مختلفة، هذا الشكل، هذا الشكل.
لو أردنا نخفي الرسومات الموجودة بالخلفية، أضغط على هذا المربع، راح تختفي كل الرسوم الموجودة على التصميم. أوكي، فمن هذه أنماط الخلفية نختار ألوان أخرى للخلفية. أوكي، من هنا نخفي رسومات الخلفية. هذا فيما يتعلق بقائمة التصميم. قائمة انتقالات أيضا فيها مجموعة من التبويبات. طبعا هذه الانتقالات خاصة بالشريحة، الانتقال إلى الشرائح، شريحة شريحة، يعني أضافت حركة انتقالية لشريحة معينة. طبعا التبويبات الموجودة فيها هي معينة، يعني أنا لما أضيف لهذه الشريحة انتقالة فبالإمكان معاينتها. مثلا خلينا نضيف من تبويب نقل إلى هذه الشريحة، نضيف انتقالة لهذه الشريحة، أقدر أسوي لها معاينة، أضغط على معاينة. أوكي، هذه هنا أنا عندي مجموعة من الانتقالات اللي تطبق على الشرائح. طبعا أضغط على هذا السهم راح تظهر لي جميع الانتقالات مثل ما نلاحظها. أوكي، جانب هذه الانتقالات موجود عندي خيارات التأثيرات. هذه شنو الخيارات التأثيرات؟ لكل أو بعض الانتقالات لها يعني أنواع أخرى وأشكال أخرى للانتقال. مثلا هذا التموج موجود إلى توسيط، أو موجود إلى من الأسفل إلى من أسفل لليسار، إذا نضغط عليها راح يكون من هنا حركة تبدأ، أو من أسفل اليمين راح تكون الحركة تبدأ من هاي الناحية اختارها. فلكل انتقالة، لكل انتقالة أو بعض الانتقالات راح يكون لها أنماط أخرى أو خيارات أخرى. مثلا هذا من اليسار، هذا من الأعلى، وهكذا. هاي لكل شريحة بالإمكان اختيار لها. فتحركة أو انتقالة معينة. بالنسبة لتبويب التوقيت، إذا أريد أضيف صوت لهذه الشريحة، أضيف صوت للشريحة، يعني لما تنعرض هذه الشريحة يظهر لها صوت. أوكي، من الصوت أختار الصوت معين لهذه الشريحة. مدة هذا الصوت شقد راح تكون؟ أتحكم أنا بالمدة، أقدر شقد يطول. أوكي، هاي بالنسبة إلى الصوت الشريحة، هاي إعدادات أختار الصوت من هنا وأختار المدة. زين، أنا لما أعرض الشرائح، خلينا أعرض الشرائح، هنا راح يكون عرض الشرائح، يعني لو عرض الشريحة الأولى فينتظر مني أضغط على الماوس حتى ينتقل للشريحة الأخرى. فأنا هنا أنا عندي خيارين، يا إما أضغط على الماوس حتى أنتقل للشريحة الأخرى، أو أحدد وقت انتقال للشرائح. فأنا ضغطت هسه على الماوس حتى أنتقل للشريحة الأخرى. أوكي، حتى أنا أحدد وقت الانتقال من شريحة لشريحة، من توقيت عند النقر بالماوس أرفع عنها علامة الصح
وأضع علامة صح على بعده، يعني هذا راح ينتقل بعده عرض هذيك الشريحة بكذا وقت. أوكي، هذه الشريحة مثلا انتقل لي لها بعد 4 ثواني، مثلا 5 ثواني. هذه الشريحة أيضا انتقل لي لها، أرفع علامة الصح من عند النقر بالماوس وانتقل إلى بعده، هاي أيضا 5 ثواني، وهكذا. خلينا نعرض الشرائح ونشوف شو راح تنتقل بدون الضغط على الماوس. فمن هذا التوقيت اختاريت وقت انتقاله من شريحة إلى شريحة. بالانتقالات طبعا أنا إذا أريد أحدد لكل شريحة انتقاله، أوكي أختار منها. لكن إذا أريد لكل الشرائح انتقالة واحدة، يعني أختار لهم انتقالة واحدة، أوكي، وكل الشرائح مثلا أريد أختار لها صوت أو يعني أجعلها بدون صوت، أوكي، أريد المدة 5 لكل الشرائح، فش أسوي؟ أختار واحد من هذه الانتقالات وأحدد هذه الإعدادات، وبعدين أضغط تطبيق على الكل. تطبيق على الكل راح يطبق لي هذه الحركة اللي أنا حددتها على كل الشرائح، ويطبق لي الصوت والمدة الصوت والانتقالة من شريحة لشريحة على كل الشرائح. فإذا قلنا تطبيق على الكل راح يطبق على كل الشرائح الحركة والصوت. قلنا قائمة انتقالات خاصة بالشرائح، انتقال من شريحة إلى شريحة، هذا التوقيت خاص بالشريحة. أوكي، قائمة حركات، هذه القائمة خاصة بمحتويات الشريحة، يعني إضافة حركات إلى محتويات الشريحة، إلى محتويات الشريحة. حركة خاصة بمحتويات الشريحة، مثلا أي شيء موجود بالشريحة، مثلا صورة، نص، جدول، أشكال هندسية، وورد آرت، سمارت آرت، إلى آخره. وكل محتوياتها أقدر أضيف لها حركة خاصة. أحدد مثلا هذا النص أريد له حركة، خلينا نقول هذا حركة تحرك للداخل أو انقسام. هاي عندي مجموعة من الحركات، وأيضا لكل حركة إلها مجموعة أخرى أو تنسيقات أخرى، مثلا هاي الشكل إلى مجموعة حركات أيضا مختلفة. أوكي، أقدر أختار لها أي شكل. مثلا هذا الدولاب أقدر أختار له شكل آخر. أوكي، فلكل حركة موجود لها خيارات أخرى. خلينا نختار هذا النص. هذا تحرك للداخل، طبعا اضغط على هذا السهم راح تظهر لي جميع الحركات المتوفره، وايضا مبوبه الى دخول وتوكيد وانهاء. وعندي حركات اضافيه اخرى، مثلا هذا برم، صار مثلا هذا التوكيد، هذه الحركه. اوكي، انا اريد اختار مثلا لهذا السطر اختار حركة، هذا اختار حركة ثانية، انا مخيرة. فبمجرد ان اضلل هذا النص واختار حركة مخالفة للحركات النصوص البقية يعني الموجودة بعد هذا النص، وشي ازيد الحركة من عندي. لما اريد ازيد الحركة موجودة مسبقا هذا النص اقول له بلا،
وبعدين أختار لحركة ثانية. هلا حركة راح تكون حركة هذا النص تختلف عن البقية. زين، راح أختار لهذه الكلمة أيضا حركة خاصة، راح أختار لها حركة مسار حركة إضافية، مسار حركة إضافية أضغط عليها. هذه المسار راح يختار لهذا النص حركة بشكل، يعني يتحرك بشكل أحد الأشكال الأساسية هذه الموجودة أمامي، أما بشكل مسدس أو متوازي أضلاع لازم تنتبه للحركة. أوكي، هذه مسارات حركة إضافية اسمها، يتحرك بشكل مثلث بشكل نجمة. أوكي، أقول له موافق. منين أختارها؟ من هذا السهم، أضغط مسارات حركة إضافية، أختار مسارات حركة إضافية وأختار الحركة، أو من إضافة حركة. طبعا هذول موجودين أيضا، إضافة حركة، مسارات حركة إضافية، وهاي الحركات موجودة أمامي. تمام، خلينا نشوف معاينة. هذا التوقيت أيضا خاص بالنص، يعني البدء مع شنو؟ عند النقر، النقر بالماوس، لو مع السابق، لو بعد السابق، يعني مع السابق النص السابق، يعني تحرك هذا النص راح يتحرك النص اللي قبله، وهكذا. راح أقول له بعد السابق، يعني إذا خلص حركة هذا النص راح يبدأ حركة هذا النص، يبدأ بعد هذا، يبدأ بعد هذا، وهكذا. زين، مدة الحركة إيش قد أريدها؟ تأخير إيش قد؟ أوكي، هذه خاصة بالحركة، حركة النص. أوكي، أريد أضيف حركة لهذه الصورة. هذه تبدأ بعد، أقول له بعد السابق. طبعا هذا النص هذا أقول له بعد السابق، وأيضا هذه المدة إيش قد مدته وإيش قد التأخير. خلينا نشوف معاينة، يعني شوف راح تظهر الصورة بعدها يظهر النص، لأن أنا حددت حركة الصورة بعد ذلك النص، فمن قلت له بعد السابق هذا راح يظهر بعد الصورة. خلينا نقول له بعد مع السابق نعطي معاينة، وراح يظهر النص والصورة مع بعض. أوكي، هذا الفرق بين مع السابق وبعد السابق. بعد السابق راح يظهر النص بعد الصورة. أوكي، مع السابق راح يظهرون اثنين نفس الصورة، حركتهم اثنين نفس الصورة. واضح الفرق بيناتهم؟ فننتبه انه الحركة بالنسبة لي قائمة حركات خاصة بمحتويات الشريحة، سواء صورة، نص، فيديو، صوت، اي شيء موجود داخل الشريحة. ننتقل الى شريحة عرض الشرائح. هنا أنا عندي العرض، عرض الشرائح من البداية، من اسمها عرض الشرائح، عرضها من البداية. من البداية أضغط على من البداية راح يعرض لي من الشريحة الأولى.
طبعا بدأ أضغط الماوس لأن أنا انطيت حركة، وطيت توقيت للانتقال من شريحة لشريحة. أو طبعا هذا توقيت اسمه بدء عرض الشرائح، أو من الشريحة الحالية، يعني أعرض يعرض لك من الشريحة الحالية وما يأتي بعدها. أقول له من الشريحة الحالية راح يبدي من هاي الشريحة وما بعدها. قائمة مراجعة، إذا كان عندي كلمة فيها خطأ، إذا كان عندي كلمة فيها خطأ مثلا، راح يكون إذا كان عندي كلمة فيها خطأ راح تظهر لي تحتها خط أحمر. فشلون أسوي لها تدقيق إملائي؟ فمن قائمة مراجعة أضغط على تدقيق إملائي، فراح تنفتح لي نافذة موجودة هذه الكلمة اللي تحتها خط، وهنا أنا بدائل إلها. فإذا كانت الكلمة صحيحة أنا كتبتها بشكل صحيح أضغط على تجاهل، إذا كانت لا كلمة خاطئة فأختار لها البديل المناسب الصحيح وأضغط على تغيير. فأنا راح أختار هذه الكلمة وأضغط على تغيير، شوفوا ظهرت لي الكلمة اللي بعدها. طبعا راح يظهر لي جميع الكلمات بشكل متتالي. اوكي، فاذا كانت هذه الكلمه صحيحه اضغط على تجاهل، هذه الكلمه صحيحه فاضغط على تجاهل لانه مو موجوده بقاموس الكلمات الموجوده بالباوربوينت، زين فاقول له تجاهل. هذه الكلمه لنفرض انها غلط فاختار الصحيح مثلا هذه واقول له تغيير، وهكذا الى ان تكمل كل الكلمات اللي تحتها خط احمر. هذا بالنسبه للتدقيق الاملائي من قائمه مراجعه. من قائمة عرض، هنا طريقة عرض الشرائح شلون راح يكون؟ طبعا العرض العادي مثل ما هو أمامنا إنه الشرائح موجودة بجهة والشريحة المعمول بها بجهة، أو بارز الشرائح راح تظهر لي الشرائح بهذه الطريقة، أو صفحة الملاحظات راح تكون هذه الشريحة تحتها الملاحظات، طريقة عرض القراءة هذا الشكل. اوكي، هذا بالنسبة للعرض. يعني اريد احفظ هذا العمل، شلون احفظه؟ اضغط، طبعا عندي طريقتين للحفظ اللي هي حفظ هذا العمل او حفظ العرض التقديمي. فاقول حفظ باسم، اوكي، واختار الى اسم اخر مثلا وأضغط حفظ. هذا راح ينحفظ لي العمل ككل، يعني مثل ما هو. خلينا أرجع للعرض العادي. أوكي، إذا لاحظ هذا العمل نحفظ بهذا الشكل. اوكي، اذا اريد احفظه على شكل عرض تقديمي، يعني هذا العرض التقديمي لا يمكن التعديل عليه بمجرد عرضه كانه فيديو مونتاج. اوكي، فاذهب الى ملف حفظ باسم، لازم احفظ باسم. اسم الملف أسميه بالاسم اللي أنا أريده، أوكي. من حفظ كنوع أضغط على حفظ كنوع وأختار PowerPoint Show، PowerPoint Show أختارها وأضغط حفظ،
اوكي راح يكون هذا العرض التقديمي بهذا الشكل، يعني بمجرد أن أضغط عليه مباشرة راح يعرض لي بدون عرض الشرائح على جهة اليمين والقوائم. هذا العرض لا يمكن التغيير عليه. أوكي؟ طبعا لإنهاء العرض التقديمي، أما أكليك يمين على العرض التقديمي وأقول له إنهاء العرض، أو من لوحة المفاتيح وأضغط سكيب. أوكي؟ طبعا هنا العرض عرض الشرائح، يا اما من هي عرض الشرائح من البداية او من لوحة المفاتيح، اضغط F5 للعرض واضغط سكيب لانهاء العرض. اوكي يعني هاي ثلاث، هاي اثنين لعرض الشرائح، اما من عرض الشرائح من البداية عرض او F5، او موجود هنا بالاسفل هذه الأداة أضغط عليها راح يعرض لي الشرائح. هذا كل ما يهمنا في الـ PowerPoint.